بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو التصحيح ديال التمرين ديال الامتحان الجاوي المحدد لشهادة سلك الإعدادي دورة يونيو 2019 مادة الرياضيات لجهة درعا طفيلات. إذا هنا عندنا التمرين الأول ليكن إكس عددا حقيقيا، حل المعادلتين التاليتين: إكس ناقص 5 تساوي إكس على 2 ب 2 عامل 2 إكس عامل إكس ناقص 1 تساوي ناقص 1 زائد 1. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول والسؤال الأول. إذا هنا ألف لنحل المعادلة، عندنا إكس ناقص 5 تساوي إكس على 2. إذا هنا يستحسن أن نوحد المقام بين الطرفين بجوج، ومن بعد نتخلصو من المقام واحد ونحسبو. إذا هنا عندنا المقام ديال إكس هو واحد، إذا غادي نضربو أن المقام واحد ديال الطرفين بجوج هو 2، ضارب 2 ضارب 2 ناقص 5 ضارب اثنان نفس الشيء، لأن المقام ديال 5 هو واحد تساوي إكس على 2. هنا غتعطينا 2 إكس على 2 زائد 10، أو لا ناقص عفوا 10 على 2 تساوي إكس على 2. إذا هنا غنختزلو بإثنان، غتبقى عندنا داكشي في الطرف الأول كيساوي لعندنا داكشي في البسط في الطرف الأول كيساوي داكشي في البسط في الطرف الثاني. 2 إكس ناقص 10 تساوي إكس، يعني 2 إكس ناقص 10 تساوي إكس. أعداد المعلومة في جهة والأعداد للمجاهيل في جهة. إذا نحن هنايا نغيرو ليه الإشارة ديال ناقص إكس تساوي، هذا ندو الطرف الآخر نغيرو شغي يولي زايد 10. 2 إكس ناقص 10 هي 2 إكس، ناقص إكس هي إكس، هنا 1 إكس، ناقص إكس هي إكس تساوي 10. حل المعادلة هو 10. ثم لدينا المعادلة الثانية، 2 إكس عامل إكس ناقص 1 تساوي ناقص إكس زائد 1. إذا هنا أول حاجة كنلاحظ بأن هذا العدد إكس ناقص 1 تقريبا راه هو هذا. إذا أول حاجة غادي نحاولو نردو هذا الحد كامل ونحطوه في الطرف الآخر على أساس باش نعملو بيه ونستعملو القاعدة ديال الجداء المنعدم. 2 إكس ناقص 1 ناقص، هاد نحولو الطرف الآخر تولي زايد إكس ناقص 1، نحولو هنا تولي ناقص 1 تساوي 0. إذا هنا عندنا إكس ناقص 1، هنا عندنا إكس ناقص 1. إذا غنديرو الأقواس باش نردو عندنا جوج ديال الحدود، إكس ناقص 1 زائد هذا نديروه بين قوسين على أساس حنا نعملو به. إذا هنا غادي نعملو به إكس ناقص 1 عامل، يبقى عندنا في الطرف الأول جوج إكس، ولا في الحد الأول جوج إكس زائد، نبقى عندنا 1 هنا راه ضارب 1 تساوي 0. هنا عندنا جداء منعدم، يعني ان اكس ناقص 1 كتساوي 0، او 2 اكس زائد 1 كتساوي 0. اكس غادي نحولو للطرف الاخر نغيرو، واحد غنحولو للطرف الاخر نغيرو ليه الاشاره ديالو، اكس زائد 1 نفس الشيء هنا، 2 اكس تساوي 0 ناقص 1، اكس يساوي 0 زائد 1 هي 1، او 2 اكس تساوي ناقص 1. إكس نقسمه على العدد اللي مع إكس، واحد على ناقص واحد على اثنان، إكس تساوي 1. إذا حلي المعادلة هما ناقص واحد على اثنان و واحد. ثم عندنا السؤال ثلاثة أو السؤال اثنان، ليكن إكس عددا حقيقيا، حل المتراجح التالية: 4 إكس ناقص 7 أصغر يساوي 10 إكس زائد 8. إذا هنا عندنا السؤال الثاني، إذا هنا السؤال الثاني هو هذا، لنحل المتراجحة 4 إكس ناقص 7 أصغر يساوي 10 إكس زائد 8. إذا هنا نحاولو نردو هاد الطرف الآخر، إذا 4 إكس غنجيب حدا هذا نحولها هنا غتولي عندنا ناقص 10 إكس صار يساوي على 8، نحول الطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة زائد 7. 4 إكس ناقص 10 إكس نحولو، يعني عطتينا 4 إكس زائد ناقص 10 إكس صار يساوي 7 زائد 8 هي 15. مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان من عند بعد مسافة هو هذا العدد ناقص ناقص 6 إكس صار يساوي 15. هنا غادي نقسمو على العدد اللي مع إكس اللي هو ناقص 6. ناقص 6 في هاد الحالة كنلاحظو فهو سالب. إذا فاش غادي نقسمو على هاد العدد غنغيرو ليه الإشارة ديالو، غنغيرو الرمز. إذا إكس
أكبر غيولي عندما نقلب الرمز 15 على ناقص 6. إكس أكبر أو يساوي 15 على ناقص 6 ناقص، يمكن نطلعه لفوق ونختزله 3. إذا اختزلنا ب3 غتدينا 5 على 2. إذا 15 مقسوم على 3 هي 5 و6 مقسوم على 3 هي 2. إذا حلول المتراجعة هو جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي ناقص 5 على 2. ثم غادي نشوفو السؤال الثالث، ثالثا، ليكن إكس و إيكغيك عددين حقيقيين حل النظمة التالية: إكس زائد إيكغيك تساوي 80، جوج إكس زائد 5 إيكغيك تساوي 265. إذن السؤال ثلاثة، لنحل النظمة التالية. إذن لدينا إكس زائد إيكغيك تساوي 80، 2 إكس زائد 5 إيكغيك تساوي 265. لأن استعملوا باستعمال الطريقة التآلفية، إذا هنا غادي نضربه مثلا في ناقص جوج، إذا في المقابل ديال هذا العدد اللي مع إكس، العدد اللي مع إكس فعل على واي 2، المقابل ديالو هو جوج، إذا غادي نضرب بجوج حتى إلا جمعنا هاد المعادلتين طرف طرف تخلصوا من إكس في المرحلة الأولى. إذا غادي نضربه في ناقص 2 غادي نضربه في 1. ناقص 2 ضارب إكس هي ناقص 2 إكس، زائد ناقص 2 ضارب 2 هي ناقص 2 إيكغيك، تساوي ناقص 2 ضارب ناقص 80 هي 160. ونغرف عندنا 2 إكس زائد 5 إيكغيك كتساوي 265. إذا هذه نسموها المعادلة 1 وهذه المعادلة 2، لنجمع طرفي المعادلتين 1 و2 طرف بطرف، يعني هذا الطرف مع الطرف وهذا مع هذا، ونحصل على 2 إكس ناقص 2 إكس، 2 إكس زائد 2 إكس زائد ناقص 2 إيكغيك زائد 5 إيكغيك تساوي ناقص 160 زائد 265. ناقص 2 هادو مجموع عددين لهم متقابلين كيساوي صفر، زائد ناقص 2 إيكغيك زائد 5 إيكغيك مجموع عددين لهم إشارتان مختلفتان اللي عنده بعد مسافة هو العدد، إذا الموجب إذا 3 إيكغيك تساوي ناقص 160 زائد 200، اللي عنده بعد مسافة هو هذا الموجب، إذا 260 ناقص 160 هي 100 105. كنحذفو الإشارة ديال هذا ونديرو 265 ناقص 160 عندنا 105، 3 إيكغيك كتساوي 105. إيكغيك يساوي 105 مقسومة على 3 تساوي 35. هنا لنعوض إيكغيك 35 في المعادلة الأولى، في المعادلة إكس زائد إيكغيك كتساوي 80، فنحصل على إذا هنا غنعوضو إيكغيك هي إكس زائد 35 تساوي 80، نحولو على الطرف الآخر نغيرو ليه الإشارة ديالو، إذا 80 ناقص 35 إكس يساوي 80 ناقص 35 هي 45. إذا حل النظمة هو الزوج إكس اللي هو 45 وإيكغيك اللي هو 35. هذا ثم ننزلو للمرحلة الثانية أو للسؤال 3 ب: قام شخص بملء 265 لتر من زيت الزيتون في 80 قنينة من فئتي 2 لتر و5 لتر، ما هو عدد القنينات المستوى من كل فئة؟ هنا إلى لاحظتي هذه المعادلة، هذه المسألة فهي عندها علاقة بهذا النظام، إذا إلا خدينا المعادلتين راه خصنا نكتبوهم على هذا الشكل: 265 لتر عندنا 80 قنينة من فئة 2 لتر، يعني هذا القنينات اللي من فئة ديال 2 لتر زائد القنينات اللي من فئة ديال 2.35 كتساوي 50 قنينة، والمجموع ديال اللترات اللي مكبوبة في هذا وفي هذا كتساوي 265. إذا في هذه الحالة غادي نديرو حل ديال النظمة، سؤال 3 ب:
إذن لدينا أو لا، في الأول ندير اختيار المجاهيل ليكون إكس عدد القنينات من فئة جوج لتر، ثم ليكن إيغريك عدد القنينات من فئة 5 لتر. ثانيا عندنا صياغة النظمة، بما أن عندنا جوج ديال المجاهيل دار خصنا جوج النظمة. هنا لدينا مجموع القنينات كيساوي 180، إذن إكس 80 قنينة. هنا هي إكس عدد القنينات من فئة 2 لتر، إكس زائد يعني إكس هي مجموع القنينات اللي تساوي 80. إذا هنا عندنا عدد قنينات من فئتي 80 جوج لتر وخمسة لتر كيساوي 80، يعني أن من فئة يعني إكس اللي هو في جوج لتر زائد إيكغيك كتساوي 80. ثم لدينا يعني ملء 265 لتر من فئة 2 لتر وخمسة لتر، يعني أن عدد القنينات من فئة 2 لتر يعني هي 2 إكس زائد عدد القنينات من فئة 5 إيكغريك 5 لتر تساوي 265، يعني أن إكس زائد إيكغريك كتساوي 80، 2 إكس زائد 5 إيكغريك كتساوي 265. هي حل الندمة. إذن حسب السؤال 3 ألف لدينا حل الندمة هو، إذن هذا حسب السؤال الأول، هذا ألف لقينا هو هذا. حل الندمة هو إكس كتساوي هو 45 35. إذن عدد القنينات من فئة 2 لتر هو 45 قنينة، وعدد القنينات من فئة 5 لتر هو 35. اش بقينا؟ بقينا نتحقق من الحل. إذن هي السؤال الآخر أو الآخر نتحقق من الحل. إذا لدينا 35 زائد أو لا خمسة، إذا هنا التحقق من الحل، إذا عندنا 45 زائد 35، 5 زائد 4 هي 5 زائد 5 هي 10، 40، 50 هي 80. ثم لدينا 45 ضرب 2 زائد 35 ضرب 5 تساوي 45 ضرب 2 هي 90، زائد 5 في 5 هي 25، 5 في 5 15 زائد 2 هي 175، 90 زائد 175 هي 265. وبالهذا النتائج، يعني عدد القنينات من فئة 2 لتر هي 45، وعدد القنينات من فئة 5 لتر هو 35 لتر. وبهذا نكون سالينا السؤال الصحيح ديال التمرين الأول. السلام عليكم ورحمة الله.